عز الازمه بتاع مونديال الانديه والنادي الاهلي واتحاد الكوره، اتحاد الكوره طلع بتصريح قال ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه وان هم عملوا تحركات والكلام ده، وطلع ان الكلام ده كان كله فشل. هو كان معتقدين ان المنتخب مش هيكمل في البطوله، فاللعيبه هتروح للنادي الاهلي قبل البطوله يلعبوا البطوله كامله، لكن ده ما حصلش. فاحنا اصلا ما بنشوفش اتحاد الكوره غير في المواقف التافهه، اتحاد الكوره اصلا بتاعنا ولا بيحل ولا بيربط. فجاه الاهلي لعب الهلال والعمليه ماشيه بيس وتمام، وفجاه الكاف منع الهلال السوداني من انه جمهوره يدخل المباراه وتبقى المباراه بدون جمهور، يطلع مباشره اتحاد الكوره اللي متعودين دايما ان هو نايم بتصريح مفاجئ انه اتدخل لدى الكاف، والكاف خد بكلامه ومنع جمهور الهلال من دخول المباراه، واصبحت المباراه بدون جمهور. وكان تصريح اتحاد الكوره ده اللي ولع الدنيا في بعضها. ورئيس نادي الهلال السوداني عمل اتصالاته وبعت ايميلاته للفيفا والمحكمه الرياضيه، والموضوع كبر وخلوا الماتش فعلا اصبح كانه حرب، مع انه هو ماتش عادي. يعني صحيح الهلال يعني الاهلي لعب الهلال شي 7 مرات، الاهلي كسب 3 والمريخ كسب 2 وتعادلوا في 3، ولكن اللي انا عاوز اقوله بالنسبه للهلال يعني هو عمل موضوع كبير على الفاضي. يعني والهلال اصلا تاريخه كله في بطوله افريقيا يمكن ما وصلش الدور النهائي ولا ماتش. صحيح الجمهور كان هيساعد الهلال ويدوله حافز، ولكن ما الهلال عمل ايه في بطوله افريقيا قبل كده؟ خد بطوله افريقيا كم مره؟ ولا عمل اي حاجه. بس الاعلام بتاعنا بس في المصايب تلاقي اتحاد الكوره عمل انه جاب الدين من دوله، وهو كل اللي عمله انه ولع الدنيا على الفاضي. ربنا يستر ويعدل الماتش على خير.